الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة النحو، أحد الدروس العلمية في قناة المجد العلمية. كالمعتاد أيها الإخوة، يصحبنا في ذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور. حياكم الله. نرحب بالأخوة الحاضرين، الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون حلقة هذا اليوم. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، ومن خلال موقع الأكاديمية الإسلامية في قناة المجد العلمية. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم، ونبدأ ذلك فضيلة الدكتور بتلقي الإجابات من الأخوة الحاضرين على سؤالي الأمس. طبعا طرح الأمس، طرحتم سعد الدكتور سؤالين، السؤال الأول إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم جميعا والإخوة المشاهدين الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا معمورة بما يرضيه عنا. كنا قد طرحنا سؤالين بالأمس. كان السؤال الأول عندما نقول ذهب أو ذهبوا، فإن نرى أن الفعل قد دل على التثنية وعلى الجمع، ونحن نعرف أن من علامات الاسم الدلالة على التثنية وعلى الجمع، فكيف نقول ذلك وقد عرفنا هذا الأمر من تثنية الفعل وجمعه؟ كيف صحت أن تكون هذه العلامة من علامات الأسماء؟ هذا السؤال الأول. تلقى إجابة الأخ. قولنا ذهبوا أو ذهب، الفعل هنا لم يفيد التثنية والجمع بنفسه، وإنما بالضمير الداخل عليه. حسنت. أما الاسم فإنه يفيد التثنية والجمع بلفظه، كما يقول قلم قلمان أو قلم أقلام. حسنت. إذن التثنية والجمع فدها هنا الاسم الموجود مع الضمير الذي هو يعرب فاعلا في هذه الجملة الفعلية. كان السؤال الثاني عن لحاق ال في أواخر الجمل، أو عفوا في أواخر أسماء ما تعرف عليه الناس أو في بعض البلاد كهذه البلاد، من الحاق ال بأواخر بأسماء الأسر والعوائل. نحن نعرف أن ال أنواع، منها المعرفة ومنها الزائدة ومنها ال التي هي لاستغراق الجنس، فال هذه من أي هذه الأنواع، وهل هي من علامات الأسماء؟ فقولنا مثلا العمر والعثمان نعم. تفضل. بسم الله. في الأسماء تكون زائدة، لأن المراد بها آل فلان مثلا، لكنها اختصرت وأصبحت آل، فهي زائدة في هذا المقام. إذن هي اسم وليست أصلا حرف حتى نصفها بالتعريف ولا بالزيادة، هي اسم آخر أصلها أهل، آل بمعنى أهل، فألحقت أضيفت إلى هذه الكلمة ثم اختصرت كما ذكر الأخ فأصبحت أل، وإلا فهي اسم لا علاقة لها بأل التي هي حرف تأتي للتعريف أو الزيادة أو الاستغراق أو لغيرها. أحب أيضا أن أنبه أو أن أذكر عن الاستعداد التام في هذه اللقاءات المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة على من تحدث فيها وأصغى إليها وشاهدها واستمع إليها وتعلم، أن هناك استعداد في هذه اللقاءات لاستقبال الاستفسارات اللغوية حتى ولو كانت خارج موضوع الشرح على نطاق محدود، حتى أيضا يكون فيه نوع من الإفادة بما لا يطغى على شرح المتن، لأني أعلم أن هناك بعض الاستفسارات والإشكالات اللغوية التي قد تعن للكاتب في كتابته والموظف في وظيفته وللباحث في بحثه وللمتحدث والخطيب في خطبته وحديثه، فإذا وجد شيء من ذلك وأمكنني الإجابة عليه فأنا مستعد لتلقيها في هذه اللقاءات على نطاق محدود حتى
نخرج عن ما جئنا ما تصدينا له وهو شرح هذا الكتاب المبارك. أحسنت بارك الله فيك. نبدأ في نعم نحن تحدثنا عن علامات التي يعرف بها الفعل، انتهينا منها دكتور. كان الملحظ على ذكر المؤلف على كلام المؤلف في علامات الفعل أنه ذكر أربعا وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وهو بهذا ذكر علامات تدخل على الأفعال الماضية والمضارعة. فقد تدخل على الماضي والمضارع، السين وسوف تدخل على المضارع فقط، تاء التأنيث الساكنة تدخل على الماضي فقط. وبناء على ذلك لم يذكر علامة تدخل على فعل الأمر. إذن فات المصنف بعض العلامات الدالة على الفعلية، ونلتمس العذر له لكونه متن يؤلف متنا مختصرا يذكر شيئا ويحيل الباقي إلى معرفة القارئ أو إلى كتب المتوسعة في النحو. من العلامات التي لم يذكرها المؤلف لم هذه لا تدخل إلا على الأفعال، بل إنها لا تدخل إلا على الفعل المضارع، فهي أخص من غيرها، فهي فعل فهي أداة داخلة تدخل على الفعل المضارع وحده، يسمونها حرف نفي وجزم وقلب. أما أنها حرف نفي، إذا قلنا مثلا لم يلد ولم يولد، أو قولنا لم يأتي فلان، فإنها أداة نفي، هذا أمر واضح، فإنها تنفي مجيئه. وأما أن هذا الجزم فهذا واضح أيضا، فإنها تجزم الفعل المضارع الواقع بعدها. فإذا قلنا لم يذهب أو لم يفعل، فقد جئنا بفعل مضارع مجزوم بهذه الأداة، وعلامة جزمه في قولنا لم يذهب السكون. وأما أنها تدل على القلب، فإنها تقلب زمن الفعل المضارع كما سبق الحديث عنه من قبل إلى الزمن الماضي، والمعروف أو الأصل في الفعل المضارع أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال، لكن لم هذه قلبته إلى المضي. إذن لم إحدى علامات الأفعال، بل هي إحدى علامات الفعل المضارع فحسب. من العلامات أيضا التي لم يذكرها المصنف تاء الفاعل. هو ذكر تاء التأنيث الساكنة، لكن بقي تاء الفاعل، والمقصود بتاء الفاعل ذلك الضمير المتحرك، تاء المتحركة التي تلحق آخر الكلمة بأي حركة شئت، فإنك تقول ذهبت وذهبت وذهبت، تدل كل واحدة على معنى، لكنها جميعا تدل على فعلية الكلمة، بل تدل على أنها فعل ماض فحسب. فأنت إذا قلت بالفتح ذهبت، فإنك تتكلم مع المخاطب، فالفاعل هو المخاطب، وهي تاء متحركة ضمير، وهي دليل على أن ذهب فعل. فإن حركتها بالضم فقلت قرأت، فإنها تدل على أن الفاعل هو المتكلم، وهي دليل على أن قرأ فعل، بل فعل ماض. وإن قلت قرأت فهي للمخاطب المؤنث، فهي تخاطب بها المفردة المؤنثة، وقد أتيت بهذه التاء المتحركة، وهي دليل على أن ما دخلت عليها الكلمة التي دخلت عليها أنها فعل ماضي. إذن كما أن لم تدل على فعل أن ما دخلت عليه فعل مضارع، فتاء الفاعل هذه التاء المتحركة تدل على أن ما دخلت عليه فعل ماضي. وكأن كل التاءات الداخلة على الكلمات على أواخر الكلمات، تلك التاءات المفتوحة، كلها تدل على أن ما دخلت عليه فعل ماضي. فإن كانت ساكنة فهي حرف تأنيث، وإن كانت متحركة فهي ضمير فاعل، وبأي حركة جاءت فهي تدل على أنواع مختلفة من أنواع الفاعل، وعلى كل الحالات هي تدل على أن ما دخلت عليه فعل ماضي. أيضا من العلامات الدالة على فعلية الكلمة نون التوكيد. ونون التوكيد هذه تدخل
على نوعين من الأفعال، على الأفعال المضارعة وعلى أفعال الأمر، فإنها كلها تقبل دخول نون التوكيد. نون التوكيد هذه نون يؤتى بها للدلالة على أن ما دخلت عليه مؤكد. أنت تطلق الحديث فتقول يذهب فلان أو يقرأ فلان، فإن كان الذي أمامك لم يصدق أو أنه متردد فإنك تؤكد له الحديث فتقول إن فلان يذهب، فلان يذهبن كذا، أو تقسم تقول لا يذهبن فلان إذا كان للمستقبل، هذا بنون، أو تقول لا يذهبن بالتخفيف. والفرق بين التخفيف والتثقيل أن التخفيف يكون للشيء الذي لا يحتاج إلى تأكيد كثير، والتثقيل يكون لما يحتاج إلى تأكيد كثير. فإذا قلت لا يذهبن فلان فأنت تؤكد لمنع تردد السامع، فإن كان السامع منكرا لكلامك احتجت أن تؤكد تأكيدا ثقيلا كبيرا، فتأتي بالنون الثقيلة فتقول لا يذهبن فلان. وهذا ظاهر في آية سورة يوسف عندما تقول امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال المفسرون المعنيون ببلاغة الكلام في التفسير إن المجيء بنون التوكيد في يسجنن وفي يكونا، جاء في يسجنن نون التوكيد الثقيلة وفي يكونا نون التوكيد الخفيفة، وهي في الحالين امرأة العزيز عندما تقول هذا الكلام تريد سجن يوسف عليه السلام وتريد صغاره وذله، لكنها أكدت الأمر بسجنه، طلب سجنه بنون التوكيد الثقيلة، وأكدت طلب صغاره وذلته بنون التوكيد الخفيفة، لأنها كما يقول بعض المفسرين حرصها على سجنه أشد من حرصها على ذله وصغاره، لأنها تريد أن تتخلص من أن يكشف ما كذبت به أو ما لم تقله من الحق في شأنه، فسجنه يمنع فشو الخبر وصدقه. ولذلك قالوا إن حرصها على سجنه أشد من حرصها على صغاره. شاهدنا هنا أن يسجنن ويكونا كلها أفعال، وقد لأنها قبلت نون التوكيد، هذه أفعال مضارعة، فإن جئت بها في الأمر تقول اذهبن أو اذهبن فتدخلها عليها. الفرق بين دخول نون التوكيد على المضارع وعلى الأمر أنها مع المضارع يصاحبها طلب، ومع الأمر لا يصاحبها طلب. فإن أدخلت نون التوكيد على الفعل ودلت على الطلب فالفعل حينئذ أمر، وإن أدخلت نون التوكيد على الفعل ولم تدل على الطلب فهو فعل مضارع. وعلى الحالين هذه النون، أعني نون التوكيد بنوعيها الثقيلة الشديدة والخفيفة، هي من علامات الأفعال التي لم يتطرق المصنف إلى ذكرها. أسأل الله إليكم فضيلة الدكتور، أنا أستأذن في أن نستعرض بعض إجابات طبعا. الأخوة في الموقع لتأخر ورودها طبعا. هذه أم دحداح من السعودية أجابت عن سؤالي الحلقة الماضية، تقول إجابة السؤال الأول الجمع في قولنا ذهب وأخذوا لم يحصل من الفعل وإنما من الاسم، وهو الضمير الذي دخل على الفعل ألف الاثنين والجماعة، والذي يعرب فاعلا، فالذي ثني وجمع هو الضمير الاسم وليس الفعل، فهو لا يزال خاصا بالأسماء. إجابة شافية. إجابة السؤال الثاني تقول ال التي تدخل على أسماء الأسر ليست التعريف التي هي من علامات الاسم، بل هي اختصار دعت إليه اللغة الدارجة، وأصلها آل أي الأهل. نعم. فأصلها آل فلان إلى آخر ما تقول. نعم. كذلك إجابة الأخت فاطمة النعيري من السعودية، إجابة السؤال الثاني تقول لا هي ليست زائدة وإنما هي للاختصار، فهي في الأصل آل وجعلت ال. كذلك عبد الرحمن المغراوي من المغرب يقول إجابة السؤال الأول لما قال النحويون إن التثنية والجمع من علامات الاسم، ذلك لأن الفعل لا يثنى ولا يجمع، وأما في قولنا كتب وكتبوا فالذي دل على التثنية في الجملة الفعلية هو ضمير الفاعل، فألف الاثنين في كتب وهو ضمير الفاعل هو الذي دل على التثنية وليس الفعل، وكذلك هو الجماعة وهو ضمير الفاعل في كتبوا. الجواب الثاني إجابة صحيحة دكتور. إيه؟ نعم. عندما تدخل على أسماء الأسر نحو الحمد يكون الاسم حينها مركبا من آل
وحمد وتكون آل اسم وليس وليست حرفا مضافة مضافة إليه. صحيح. كذلك أجابت الأخت أم إبراهيم من السعودية نفس الإجابة، وكذلك الأخ عبد الرحمن، ونيبال أم إياد من سوريا أجابت نفس الإجابة، وماجد كذلك من السعودية نفس الإجابة، وكذلك الأخت صالحة من السعودية أجابت نفس الإجابة. لكل الأخوة والأخوات خلص الشكر على هذا التواصل. حسنت. نحن توقفنا دكتور حول العلامات التي يعرف بها الحرف، وصلنا إلى علامة الحرف. نعم. استأذنك في أن أقرأ ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى. يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هنا المؤلف جعل علامة الحرف علامة عدمية، ما ذكر له علامة، وهو يسير على ما سار عليه النحويون. الحريري في ملحة الإعراب قال: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. كأنه يقول إنه الأسماء والأفعال لها علامات، الحرف علامته عدم العلامة. وهذا قد يشكل على بعض الناس المناطق، يقولون إن العلامة لا تكون عدمية. يقولون معنى ذلك إنه لا يصح أن تقول وضعت علامة على الشيء وهي عدم العلامة، هذا تناقض. كيف يصح أن نسم الحروف بأنها ليس لها علامة ومع ذلك نقول إنه إن هذا الأمر علامة لها؟ الأمر مشكل على الأقل ذهنيا أو عقليا. نحن الآن نتكلم عن علامة الحرف ونقول علامته أنه ليس له علامة، أو لا يقبل علامة الأسماء ولا الأفعال. هم يريدون بذلك أنك إذا جاءتك كلمة وأردت أن تميز هل هي اسم أو فعل أو حرف، فإنك أولا تبدأ بإجراء علامات الأسماء عليها، فإن قبلت واحدة منها فهي اسم، وإن لم تقبل شيئا منها فإنك تجري عليها علامات الأفعال، فإن قبلت واحدة منها فهي فعل، وإن لم تقبل شيئا من ذلك فإنك تحكم عليها مباشرة بأنها حرف، ولا نقول أنك تجري عليها علامات الحروف، لأن علامة الحرف هو عدم قبول علامات النوعين السابقين. إذن ما لم يقبله، إذا كان أحد الإخوة الحاضرين يستطيع أن يحل مثل هذا الإشكال العقلي، الحقيقة اللفظي أكثر منه يعني حقيقي، العلامة في الأصل ينبغي كما يقولون أن تكون مميزة، أن تضع علامة على الشيء، يعني ميزة، يعني شعار، شيء يوضع عليه فيميزه. فكيف نقول إن علامة الحرف كأن وضعنا عليه شيء، وضعنا عليه شيئا عدم العلامة، فنجعل العدم علامة للشيء؟ هل يستطيع أحد منكم أن يوضح هذه الصورة ولو بإيجاز أو بإلماع، حتى ولو ما كان الشيء يعني تفصيلا شافيا؟ يكفينا فقط لمحة في هذا إن وجدت، وإلا فصلتها أنا إن كان الأمر مشكل على. إذا سمحت لي تفضل. يعني هل لأننا نقول إن الاسم والفعل لا بد لهم من علامة؟ صحيح. حينما يخلو الحرف من هذه العلامة، حينما يخلو هذا فهو حرف. أحسنت. هو يشترط أن تكون العلامة وجودية وليست عدمية إذا كان الشيء غير محصور. أما إذا كان الشيء محصورا وعلمت الاثنين فالثالث يكفي فيه عدم العلامة ليكون واضح. ونفترض أن عندك مثلا ثلاثة أشياء، عندك مثلا ثلاثة كتب، وضعت على الكتاب الأول علامة مثلا خضراء وهي كتب متشابهة، ووضعت على الكتاب الثاني علامة صفراء، الثالث ما وضعت عليه علامة، أنت ميزته من غيره، لأن أصلا الكتب محصورة هي ثلاثة، لو كانت أكثر من ذلك لقلنا نلتبس البقية، لكن ما بقي إلا واحد، فما لم يعلم واضح. ولذلك قالوا إن العلامة العدمية تصح إذا كانت الأقسام محصورة. وأوضح من هذا الخاء والحاء والجيم، فإن الذين نقطوا الحروف، وهذه الحرف متشابه في الصورة كما ترون، جعلوا مميز الخاء نقطة فوقه، وميز الجيم نقطة في وسطه، وميز الحاء عدم النقطة، فهي مثل الحرف. لماذا؟ لأنها محصورة في ثلاثة، ولو زادت على الثلاثة لما صحت العلامة العدمية وهي عدم النقطة
بل لوجب أن تميز أيضا هي بنقطة أخرى إما بالجوار أو تحت أو غير ذلك. لكن لما انحصرت في هذه الثلاثة صار ترك العلامة له علامة. أرجو أن يكون هذا واضح. هذه الحروف التي هي النوع الثالث والأخير من أنواع الكلمة العربية منها شيء يختص بالدخول على الأسماء، ونحن قد عرفنا في البداية عندما تكلمنا عن أنواع الكلمة وميزنا بينها في التعريف قلنا إن الاسم هو ما يدل على معنى في نفسه ولا علاقة له بالزمان، والفعل أيضا ما يدل على شيء في نفسه ولكنه مرتبط أو مقترن بزمن، الحرف يدل على معنى في غيره ما يدل على معنى في نفسه، بمعنى أنه لا يتضح معناه اتضاحا تاما إلا بجعله جزءا من جملة، حين ذاك يتضح معناه. فإنك إذا قلت ب الذي هو حرف جر الباء مكسورة لا يتضح بها الكلام حتى تقول مررت بفلان، فحينئذ ربطت أجزاء الجملة وأدت معنى. لكن إذا قلت محمد هذا يؤدي معنى في نفسه إلا أنه لم يرتبط بزمن، وإذا قلت ذهب يؤدي معنى الذهاب في نفسه وقد ارتبط بزمن وهو الماضي. هذا هو الفرق بين الأنواع الثلاثة. الحرف ذلك الذي لا يتضح معناه إلا حينما يكون جزءا من جملة أو جزءا في تركيب، هذا الحرف منه ما يختص، معنى يختص يعني لا يدخل على غيره، ما يختص بالدخول على الأسماء يعني لا يدخل على الأفعال، ومنها ما يختص بالدخول على الأفعال يعني لا يدخل على الأسماء، ومنها ما يدخل على هذا وعلى هذا. فإذا هي أنواع ثلاثة، أنواع مختصة بالأفعال وأنواع مختصة بالأسماء وأنواع مشتركة أو غير مختصة. فالمختصة بالأسماء كحروف الجر، وقد عرفنا أن المصنف قد ذكر حروف الخفض وهي حروف الجر من علامات الأسماء، فهذه لا تدخل إلا على الأسماء. وأيضا من هذه المختصة بالأسماء الحروف النواسخ، إن وأخواتها هي أحرف وهي تنصب الأسماء، تدخل على المبتدأ والخبر كما سيأتي إن شاء الله فتنصب الاسم وترفع الخبر، فلا تدخل على الأفعال. الذي يدخل على الأفعال هل أكل الأمر إليكم، هل منكم أحد يعرف حروف تختص بالدخول على الأفعال فقط؟ الإخراج فضل كنواصب الفعل مضارع وجوازمه. هذا صحيح، النواصب والجوازم. النواصب مثل ماذا يا شيخ راجز؟ النواصب مثل لن، مثل لن وأن وكي، والجوازم مثل لم، لم ولام الأمر ولا الناهية والطلب، فهذه جوازم ونواصب، أقصد الحروف منها التي هي لم ولا الناهية ولام الأمر، وفي لن وأن وكي هذه أيضا حروف ناصبة وهي لا تدخل إلا على الأفعال، مثلها مثلا قد، وقد ذكرناها ذكرها المصنف في علامات الأفعال فهي لا تدخل على الأسماء. السين وسوف كذلك تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء، فإذا هي مختصة. المشتركة مثل ماذا؟ هل أحد منكم يعرف حرفا يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال لا يختص بها؟ تفضل. هل يدخل على الأسماء والأفعال؟ أحسنت، هل تدخل على الأسماء مثل ماذا؟ هل الرجل قادم؟ هل الرجل، ولا تدخل على الأفعال؟ هل يقدم الرجل؟ هل يقدم الرجل؟ نعم. مثلها ما ولا النافيتان، ما قام زيد وما زيد قائم، أو لا يقوم زيد ولا رجل في الدار، فإذا تدخل في أحوال مختلفة على الأسماء وعلى الأفعال. إذن هذه غير مختصة، أو بعضهم يعبر عنها بأن يقول مشتركة، يعني تشترك فيها أو الأسماء والأفعال تدخل على النوعين. هناك قاعدة عند النحويين، هذه القاعدة تقول إن الحرف يعمل فيما بعده إذا كان مختصا. أولا يعمل فيما بعده يعني ماذا؟ يعمل فيما بعده يعني أنه يؤثر، يحقق عملا معينا، الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم حسب الكلمة التي دخل عليها. فإذا كان الحرف مختصا عمل،
فالمختصات بالأفعال تعمل في الأفعال، والمختصات بالأسماء تعمل في الأسماء، والحرف إذا كان مشتركا لا يعمل. هذا الأصل، هذه القاعدة. أريد تطبيق هذه القاعدة، هل أستمع إلى التطبيق من أحد منكم؟ أنا أقول هذا. من الأحرف المختصة بالأسماء حروف الجر، وحروف الجر ذكرناها من قبل، ذكرنا ما قاله ابن مالك وهي 20 حرفة، وأيضا ما زيد وهو لولا على القول بأنها تجر الضمير المتصل إذا دخلت عليه كلولاه ولولاي ولولاك فيما ورد عن العرب على الرأي بأنها جارة. هذه الحروف 20 أو 21 حرفا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، وهي تؤثر فيها الجر، فلكونها مختصة بالأسماء جرت. الحروف المختصة بالأفعال التي ذكرناها منذ قليل كالنواسخ، عفوا الجواز دخل على الأفعال كالجوازم والنواصب كقولك لم يذهب أو لن يذهب، لما كانت هذه مختصة بالدخول على الأفعال جزمت الأفعال، الجازمة جزمت الأفعال والناصبة نصبت الأفعال. وإذا كان الحرف غير مختص يعني يدخل على الأسماء وعلى الأفعال لا يعمل في هذه ولا في هذه، مثل ما مثل الأخ الكريم بهل، فإن هل تدخل على الأسماء وعلى الأفعال فلا تعمل شيئا، لا تنصب ولا تجزم ولا ترفع ولا تجر، فهي لا تعمل شيئا لكونها غير مختص. فالقاعدة إذن وهي قاعدة نقول الأصل فيها، يعني سيتبين أنها ليست مضطردة، الأصل أنه ما اختص بشيء عمل فيه وما لم يختص لا يعمل شيئا. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فقد يأتي الشيء خلاف الأصل، فإن من الحروف المختصة بالأسماء ما لا يعمل وهي لا تدخل إلا على الأسماء، مثل ماذا؟ تفضل. التعريف مثل حرف التعريف، نحن عرفنا أن من علامة الأسماء أل، فهي لا تدخل إلا على الأسماء، ومع ذلك لا تعمل في الاسم شيئا، فقد تعرفه لكن لا تؤثر فيه إعرابا، فإذا مع كونها مختصة وشأن المختص أن يعمل فيما اختص فيه لم تعمل شيئا. ومن أيضا الحروف المختصة ما قلنا قد والسين وسوف، هي مختصة بالأفعال ومع ذلك لا تعمل فيها شيئا، فإن قد والسين وسوف إذا دخلت على الفعل لا تؤثر فيها بأي علامة إعرابية، بأي أثر إعرابي على آخرها. ومن الحروف المشتركة، وإذا قلنا من يعني بعضها، وهذا البعض قليل أيضا لأنه خلاف الأصل، من الحروف المشتركة ما يعمل، مثل لا، فإنها تدخل على أقصد لا النافية، لا النافية، أما لا النافية فهي مختصة بالأفعال، لكن لا النافية هذه التي تدخل على الأسماء والأفعال فتقول لا يقوم فلان أو لا رجل قائم، دخلت على الفعل ودخلت على الاسم، مع ذلك هي أحيانا تعمل كما في لا النافية للجنس في قولنا لا رجل قائم، وأحيانا تعمل النص الرفع أيضا عندما تكون مشبهة بليس، تعمل عمل ليس. إذن الأصل في المختص الحروف إذا اختصت بنوع أن تعمل فيه نوعا من أنواعه. وخذوا أيضا فائدة، الأصل فيما اختص بالحروف بالأفعال بالأسماء، الأصل في الحرف المختص بالأسماء أن يعمل العمل الخاص بالأسماء. ما هو الأثر الخاص بالأسماء والإعراب الخاص بالأسماء؟ ما هو الأثر الخاص بالأسماء؟ الحقيقة أحب أن يشاركني الإخوة جميعا، فأنا أرى متابعة من بعض الإخوة، وبقية الإخوة لا أقول إنهم غير متابعين لكنهم منهمكون ومشغولون في التسجيل أو الكتابة، فأحب أن تكون المشاركة لأن هذا مما يحرك بقية الإخوة، وأيضا يفيد أيضا المشاهد والمتابع أيضا الذي يشاهد هذا. الآن نحن نقول إن الحرف إذا اختص بالاسم فإنه يعمل فيه، هذا الأصل، وإذا اختص بالفعل فإنه يعمل فيه، وإذا لم يختص صار مشترك في الدخول على الأسماء والأفعال لا يعمل شيئا. طيب، هناك فائدة أكبر من ذلك، وهي أن
الحرف المختص بالأسماء يعمل الإعراب غالبا، يعمل الإعراب الخاص بالأسماء، والحرف المختص بالأفعال يعمل غالبا العمل أو الإعراب الخاص بالأفعال. ما هو العمل الخاص بالأسماء، الإعراب الخاص بالأسماء والذي يعمله الحرف المختص، وما هو العمل الخاص بالأفعال الذي يعمله أيضا الحرف المختص بها؟ دكتور إذا سمحت هنا إجابة من تفضل من أجاب من المشاهدين وأمكنه إدخال الإجابة قبل أن يبادر الإخوة الحاضرون فهو أولى بأن يستمع له. الأستاذ ماجد بن عبد الرحمن مسعودي يقول الخاص بالأسماء هو الخفض. أحسنت، الخاص بالأسماء، العمل الخاص بالأسماء هو الخفض. نعم، سيتبين عند أنواع الإعراب عند انقسامه إلى قسمه الأربعة للتسبيه الآن أن الخفض يخص الأسماء. نعم، والخاص بالأفعال ذكره يقول الجزم، هو الجزم. ولذلك الحرف إذا كان مختصا بالأسماء يعمل فيها الجر كحروف الجر، والحرف إذا كان خاصا بالأفعال فالأصل أن يعمل فيها ما كان خاصا بالأفعال وهو الجزم كحروف الجزم وأدوات الشرط، أيضا ما كان من جوازم أدوات الشرط كإن ونحوها من الجوازم، وإن كان هذا أيضا قد يخالف فيه لأن هناك ما هو ما يعمل النصب في الأفعال كما تعلمون كنواصب الأفعال، لكن هذا ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن ما اختص بشيء عمل فيه العمل الخاص به، هذه هي القاعدة عند النحوي. أماني الدكتور من السودان تقول التنوين، تجيب التنوين ليس عملا، التنوين علامة من علامة الأسماء لكنه ليس أثرا من أثر الحروف. جميل، فإن الحروف لا تؤثر التنوين، التنوين هذا يدل على معاني كما سبق عند تفصيل أنواع التنوين، يؤدي معاني كالدلالة على أن الكلمة نكرة أو دلالة على أن الكلمة معربة وليست مبنية، دلالة على أن الكلمة قد حذف منها شيء وعوض عنها بهذا التنوين، فهي معاني يفيدها هذا التنوين لكنها ليست آثار يؤثرها الحرف الداخل على الأسماء. إذا رأيتم دكتور هذا صبر. سؤال من الأخ ريان من إيطاليا يقول لم أفهم الحروف المختصة بالأفعال والأسماء، يرجو إعطاء أمثلة حتى يفهم الكثير. هل يستطيع أحد منكم أن يوضح هذه الصورة للأخ الكريم الذي سأل هذا السؤال؟ كأن الإخوة يعني راجس لا يلزم ترى يا إخوان أن تكون الإجابة إذا قيلت مثالية، يكفينا أن تكون هناك مبادرة وإجاز، وإذا ذكرت شيئا أكمل لك كلامك إن كان فيه نقص. تفضل يا أخي. هو الآن يسأل عن ما معنى أن تكون الحروف مختصة بالأسماء ومختصة بالأفعال. نعم، سؤال واضح وسهل، يريد ضرب أمثلة كذلك وأمثلة. هناك بعض الحروف التي يعني تختص بالأسماء كحروف الجر، ذهب محمد إلى المدرسة، فحرف الجر إلى لا يدخل إلا على الأسماء وما كالمدرسة والبيت والمسجد والشارع والطريق، لكن قولنا مثلا لن يذهب محمد إلى المدرسة، لن هنا حرف مختص بالأفعال لأن لن بعدها يدخل بعدها الفعل يذهب، فلا يجوز أن تقول مثلا لن محمد يذهب. نعم، لأن لن من الحروف المختصة بالأفعال. أحسنت، إذن إذا كان يريد أمثلة فنقول إن نواسخ الحروف الناسخة التي هي إن وأخواتها، إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، هذه الستة مما يختص بالأسماء ولا يدخل على الأفعال. ال التي هي حرف تعريف مما يختص بالأسماء وقد تبين أنه من علامات الأسماء فيما سبق ذكره المصنف فيها، أيضا حروف الجر أيضا مما يختص بالأسماء وسبق أيضا أن ذكره المؤلف في هذا المقام. الأفعال ذكر الإخوة أنواعا فقالوا إن منها قد ومنها السين ومنها سوف ومنها جوازم الفعل المضارع ومنها نواصب التي هي جوازم لم ولا الناهية ولا من الأمر، ومنها نواصب الفعل المضارع لن وأن وكي، فكل هذه حروف مختصة بالأفعال، وكل واحد منها الأصل فيه أن يعمل في مختص فيه إلا ما خالف الأصل مما لم يرد عن العرب مؤثرا فيما بعده. تريد تسأل يا أخي الكريم تفضل. حينما ذكرت يعني الاختصاص للحروف يعني ذكرنا هناك حروف مختصة بالأسماء وحروف مختصة بالأفعال، هذا أيضا يعيدنا إلى الدرس السابق مثلا الدلالات على الفعلية وعلى الإسمية، يعني هذا ما يكون عكسي، يعني مثلا بما أن الحرف
يختص بالاسم إذن يكون دلالة على الاسم، الحرف يختص بالفعل يكون دلالة على الفعل. هذا في هذا نعم له وجه كبير، أن ولذلك تلاحظ أن كثيرا مما ذكر هو من العلامات المذكورة من قبل. فالحروف مثلا المختصة بالأسماء نستطيع أن نقول إنها من علامات الأسماء، والحروف المختصة بالأفعال نستطيع أن نقول إنها من علامات الأفعال، هذا كلام صحيح. فهذه فائدة نأخذها من مسألة الاختصاص، والحروف المشتركة ليست علامة لا على هذا ولا على هذا، هذا كلام صحيح. أحسن الله إليكم دكتور، تأذن لي في استعراض بعض الأسئلة. تفضل. هذا الأخ الكريم عبد العزيز الحربي من السعودية يقول سؤال طويل يعني اختصره، يقول ذكرتم في درس السابق أن قد تدخل على الفعل المضارع وقد تكون اليقين، وذكرتم شاهد لذلك وهو قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، بينما في كتاب الجنة الداني أن قد تأتي على خمسة أوجه حتى قال والحاصل أنها تفيد مع الماضي حد ثلاث معان التوقع والتقريب والتحقيق، ومع المضارع أربعة معان التوقع والتقليل والتحقيق والتكثير، بين أن الزمخشري جعل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء للتكثير. آمل التفصيل في هذا الأمر. هو عندما نأتي للمعاني البلاغية الدلالية التي تؤخذ من استعمالات الألفاظ المختلفة فإن سنصل إلى أشياء كثيرة ومعاني كثيرة، لأن المعاني كل عبارة تحتمل معنى بحسب سياقها، ولو أن الإنسان استعرض ما في القرآن وحده من استعمال هذه مثلا الأداة التي هي قد لوجد من المعاني الشيء الكثير. ولذلك المفسرون اعتنوا بهذه الناحية، والذين ألفوا في حروف المعاني كصاحب الجنة الداني وكصاحب رصف المباني وكصاحب مغني اللبيب فصلوا في معانيها كثيرا، إلا أن بعض هذه المعاني يرد بكثرة وبعضها لا يأتي إلا على وجه خاص في عبارة أو في أثر أو في شاهد معروف. ومن ثم فإنه عندما يحكم بحكم فإن المقصود ما يكثر استعمال هذا اللفظ فيه. أما إذا أردنا أن نستعرض كل ما جاء مثلا في كلام العرب أو حتى لو قلنا كل ما جاء في القرآن من استعمال هذه، فإن لا بد أن نستحضر تفسير الآية حتى نبين تلك الفروق بين استعمال هذه، وهذا هو ما دعا إلى هذا المالقي في كلامه إلى هذا التفصيل، فإنه حصر ألفاظ ورود قد في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن وحصر وبين استعرض معانيها وأوضح هذا الحصر. لكن عندما تشرح هذه في شرح لمثل هذا المتن فإن المتعرض له هو ما يكثر استعمال هذه الحروف له وليس كل ما استعملته العرب له، لأن المعاني البلاغية أو الدلالية تتوسع توسعا كثيرا بحيث يصعب حصرها لو أن أردنا أن نستعرض كل عبارة استعملتها فيها العرب، لكن الأصل هو ما كثر استعمال هذه الأداة فيه. جميل. يسأل كذلك عن الصواب في قولنا إخواني المعلمون أو إخواني المعلمين مع التعليل. نحن الآن إذا قلنا إخواني فنحن ننادي منادى، وهو كما ترون سيأتي شرب بالنداء أنه له أقسام، فإنه إذا كان مضافا إذا كان مفردا معرفة فإنه يبنى على ما يرفع به فتقول يا محمد، وكذلك إذا كان نكرة مقصودة. أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه ينصب. قولك إخواني هذا منادى مضاف لأنه مضاف إلى المتكلم فهو في محل نصب. المعلمون إذا عملته على أنه منادى وبدل من الأول على نية تكرار العامل، هو البدل يقولون إنه على نية تكرار العامل، ومعنى على نية تكرار العامل أن قولك يا إخواني بمعنى أدعو إخواني، فهو منصوب بفعل مقدر نابت عنه يا، فكأنك قلت أيضا أدعو أو يا أيضا تخاطب المعلمين، لكنك توصلت إليه بسبق لأنه معرف بأل ولا ينادى المعرف بأل. فإذا عملته على أنه على نية تكرار العامل فإنه تقول المعلمون، لأن ما كان من شأنه أن يكون مفردا، وأعني بمفرد ليس جملة ولا شبه جملة، أن يكون يبنى على ما يرفع به. وإن عاملته على أنه تابع لما قبله فإنك تنصب تقول المعلمين،
لأن ما قبله منصوب. فالأمر على نية على تقديرك أنت. إن أردته على تقدير أداة نداء آخر نداء جديد فإنك تقول المعلمون، وإن جعلته تابعا لما قبله فهو منصوب لأن ما قبله منادى مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيه بمضاف نكرة مقصودة فإنه ينصب. شكر الله لك. هذه الأخت كذلك نيبال أم إياد من سوريا تقول: فضيلة الشيخ، ورد في سورة الزخرف في الآية قبل الأخيرة قوله تعالى: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، لماذا وردت هنا قيله وما إعرابها؟ يحتاج الأمر أولا يحتاج الأمر إلى استعراض الآية السابقة له حتى نقول، لأن الواو عاطفة حينئذ، فهي عاطفة لها على كلام واضح أنها مجرورة، فهي معطوفة عاطفة على كلام مجرور سابق. والقيل والقول بمعنى واحد، هي مصدر قال يقول، فهي استعمل هنا المصدر أحد المصدرين للقول وهو القيل، ولذلك المعنى فيهما في غير القرآن قوله وقيله سواء في المعنى وكلاهما فصيح، لكن مسألة إعرابها هي معطوفة على كلام مجرور سابق، فهي جرت لكون حرف العطف قبلها وقد عطفت. ولا استحضر الآية السابقة، وإلا لو استحضرتها لأخبرتك بالكلمة التي عطفت عليها قيلة هذه. نعم. تقول كذلك: ورد في قوله تعالى في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، بضمها عليه، لماذا ضمت ولم تكسر؟ وجزاكم الله خيرا. هذه من ما ورد على بعض قبائل العرب، الضمير ضمير المتصل، أكثر قبائل العرب إذا جاء ضمير المتصل مجرورا بحرف الجر، يعني الضمير المتصل ضمير الغائب، فإنه يبنى على الكسر فيقال عليه وبه. وبعض العرب، وقولنا بعض يعني قليل من العرب، وهو فصيح، تضمه فتقول عليه. وحينئذ فهذه الآية قد جاءت على بعض كلام العرب الفصيح، فهي جاءت على لغة من لغات العرب الفصيحة، ولذلك هذا في قراءة حفص، قراءة عاصم براويعي عليه الله، وإلا ففي القراءات السبع الأخرى عليه وليس بضم الهاء، وكل واحدة منها قد جاء على لغة من لغات العرب الفصيحة، ولا علاقة لهذا بالإعراب، وإنما هو نوع لغة من لغات العرب في نطق هذا الضمير المتصل بحرف الجر. أحسن الله إليك متأسيح. لأنه مسألة ترى يا إخوان لا علاقة له بالإعراب حتى يكون الأمر واضح. قد يظن ظان أن الضم في عليه يقول كيف على حرف جر وهو كيف يكون مرفوع؟ لا، هذا ضمير، والضمير مبني كما تعلمون، والمبني لا تظهر عليه علامات الإعراب، فهذه الضمة ضمة بناء لا علاقة لها بالإعراب. فمن العرب من يلزمه الكسرة فيقول عليه في الحالات كلها، ومنهم من يلزمه الضم كما جاء في هذه الآية في الحالات كلها، فهو مضموم أو مبني على الضم في محل جر بعلى. طيب الآن نواصل في كلام المؤلف حول الإعراب في الباب الجديد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. النحويون شبهوا الكلام العربي في تأثير بعضه على بعض، وجعل هناك عوامل وهناك معمولات بالمؤثرات الحسية. تعرفون أن المؤثرات الحسية يعني مثلا الأدوات أو الآلات الحسية تؤثر، فالقلم يؤثر حسيا الكتابة، والسكين يؤثر حسيا القطع، والمعول يؤثر حسيا الحفر، فهناك تأثير واضح بين حسي. شبه النحويون المؤثرات أو بعض الكلام العربي في تأثيره على بعض بالإعراب الذي سيأتي بيانه، هذا أوان بيانه، شبهوا بهذه المؤثرات الحسية، فجعلوا هناك مؤثر عوامل وهناك معمولات، هناك أشياء تعمل وتؤثر كالآلة، وهناك أشياء يعمل فيها أو يؤثر عليها كما يقع عليه أثر الآلة. ولذلك قالوا إن هناك أحرف عاملة، وهناك أفعال عاملة، وهناك أسماء عاملة. فمثلا حروف الجر تعمل الجر،
ويكون ما بعدها معمول أو معمول شيء وقع عليه العمل وهو الأثر الإعرابي الجر. الأفعال ترفع الفاعل بعدها فهي عاملة والفاعل بعدها وكذلك المفعول معمول لها وقع عليه الأثر وهو الرفع والنصب، الرفع في الفاعل والنصب المفعول. الأسماء أيضا تعمل فتضاف إلى أسماء أخرى فتؤثر فيها الجر بالإضافة فيكون المضاف عامل والمضاف إليه مجرور معمول. وهم قد فعلوا ذلك ليس تكلفا ولا تمحلا وإنما هو نوع من تقريب الأمر لذهن المتعلم، لأنك إذا شبهت الأمور بالأشياء الحسية اتضحت وظهرت، والإغراق في العقل كثيرا ما يضيع الفهم ويجعل المتابع يسرح ما يتابع متابعة تامة للشيء. ولذلك عندما نقول إن العوامل النحوية هي مؤثرات حسية لها أثر وهو الإعراب فإن نقرب بهذا الأمر لذهن المتعلم كثيرا، فيعرف أن حرف الجر عامل مؤثر وقد أثر الجر فيما بعده وهذا الأثر بين وهو الكسرة أو العلامة الإعراب الأخرى التي إذا كانت نائبة عن الكسرة فيما بعده وهي واضحة. كذلك الرفع عندما يرتفع الفاعل فما قبل الفعل الذي قبله عامل والفاعل معمول وقد وضح أثر العامل وهو الرفع البين على آخر الكلمة وهكذا. إذن مسألة العوامل والمعمولات هذا من الأشياء التي اعتنى بها النحويون كثيرا تشبيها لهم تشبيها للكلام بهذه الأشياء الحسية لتقترب من ذهن المتعلم فيعيها ويفهمها. هذا أمر. هو الآن المصنف يتكلم عن الإعراب، والإعراب أثر يقع في الآخر، والحديث في النحو أيها الإخوة دائما هو حديث عن آخر الكلمة، لأن سبقا بينا الفرق بين النحو والتصريف أو الصرف، وهو أن النحو علاقته بحركة آخر الكلمات وليس مطلقا، بل إذا كان جزءا من تركيب فهي إذن النحو على سعة ميدانه هو خاص بشيء محدد، خاص بحركة آخر الكلمة متى كان جزءا من ترتيب من تركيب، وما عدا ذلك أعني ما قبل الحرف ما قبل حركة الحرف الأخير سواء كان من حيث الحركات تغيرها حركة وسط الكلمة أو أولها وكذلك ما يحدث فيها من تغيير بحذف أو تغيير، كل هذه الأمور من عمل علم الصرف. الإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلمات هذا أحد أظهر ميادين النحو، لأنه أحد الأشياء الأساسية في النحو هو تغيير أواخر الكلمات لتغير العوامل الداخلة عليها. إذن عندما يقول المصنف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، جعل كما جعل النحويون العوامل مؤثرة كما قلت لكم أشبه بالمؤثرات الحسية، وجعل أثرها الحسي هو الإعراب وهو الحركة أو ما قام مقام الحركة من أثر على الكلمة المعربة في آخرها. وهذا يتضح بالمثال، فإن إذا قلنا مثلا جاء الرجل وأكرمت الرجل وسلمت على الرجل، فإن كلمة الرجل تكررت في الأمثلة الثلاثة، لكنها في الحالات الثلاث اختلفت حركة آخرها، فإني جعلته في المرة الأولى مضموم مرفوعا أي عليه علامة الرفع وهي الضمة، وجعلته في الثانية منصوبا أي عليه علامة النصب وهي الفتحة، وجعلته في الثالثة مجرورا أي عليه علامة الجر وهي الكسرة. فإذا قال قائل من أين جئت بهذه وما الذي دعا إلى هذا التغيير، قلنا ما دخل عليه من العوامل. ما العوامل التي دخلت؟ لما قلنا جاء الرجل دخل عليه فعل، والفعل عامل يؤثر في الفاعل الرفع فهو الذي رفعه. فإذا قلنا أكرمت الرجل فإن الرجل هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فإن قال قائل ما الذي أثر فيه وما الذي عمل فيه النصب، قلنا العامل السابق له وهو الفعل أيضا الذي كما يرفع الفاعل ينصب المفعول. وإذا قلت مررت بالرجل أو سلمت على الرجل فإن الرجل هنا مجرورة، والذي سبب الجر أو أثر الجر
هو العامل السابق وهو حرف الجر، ولذلك بان أثره على الكلمة بجرها. إذن عندنا عوامل وعندنا معمولات. العوامل تؤثر في المعمولات وتغير حركتها، والمعمولات تتغير حركة آخرها باختلاف تلك العوامل الداخلة عليها. وإذا قلنا إعراب فإننا نقصد هذا التغير الذي يكون في أواخر الكلمات وتؤثر به العوامل الداخلة. أعتقد أن الأمر اتضح الآن، كيف تكون الكلمة معربة وما الذي يسبب الإعراب. تفضل. كثر الكلام قديما وحديثا على العامل، وهذا الكلام يتكئ على أمرين. الأمر الأول، كيف ينسب العمل إلى العامل وهو لا يعمل شيئا، وإنما الذي يعمل هو المتحدث أو المتكلم. الأمر الثاني، توجد هناك تراكيب عربية صحيحة لا يظهر فيها العامل، فيضطر النحاة إلى تقديره والتكلف والتعسف في إخراجه. أحسنت. أما قولك الأول أنه كيف يقال إن العامل هو المؤثر، ونحن نعرف أن الذي يغير آخر الكلمة هو المتكلم، هذا اعتراض عقلا قوي لكنه لفظي أكثر من حقيقي. لأنه في واقع الأمر أن الذي يغير العامل نعم هو المتكلم، لكن ليس من حق العامل أن يغير في كلمة حقها أن تكون على نحو معين. فمثلا إذا جاءتك الكلمة فاعل، أنت الذي رفعت نعم، لكن ليس من حقك أن تجرها ولا أن تنصبها، لأنها جاءت بهذه الحال وقد رفعها العامل السابق أو رفعتها العرب في هذا الموقع. وإذا جاءت منصوبة مفعولا به فإنه ليس من حقك أن تجعلها مجرورة ولا مرفوعة، لأنها جاءت في سياق لا تأتي به العرب إلا منصوبة، وهكذا في المجرورة أيضا. وبناء عليه فالذي غير أواخر الكلمات في الحق هو ليس العامل وليس المتكلم أيضا، وإنما هي العرب، عندما نطقت بكلامها جعلت هذا مرفوعا وهذا منصوبا، عرب الفصحاء أقصد في عصر الفصاحة، هي التي غيرت، لا المتكلم ولا العامل، هي التي رفعت وهي التي نصبت وهي التي جرت. ومن ثم فالمتكلم يقيس على كلامهم، فيرفع إذا رفعوا وينصب إذا نصبوا ويجر إذا جر. لكن من باب التقريب أولا للمتعلم، وثانيا لاضطراد جر الكلمة إذا دخل عليها حرف الجر، واضطراد رفع الكلمة إذا دخل عليها الفعل وكانت هذه الكلمة التي أحدثت هذا الفعل. قيل ما دامت هذا الأمر دائما يكون معه فعقلا يصح إسناد الأمر إليه، فإنك إذا رأيت كل كلمة يدخل عليها حرف الجر تراها مجرورة، فإنك قطعا تربط بين هذا الجر وبين هذا الحرف، فتقول الذي أحدث الجر وهذا، بدليل أنك إذا زلت حرف الجر زال الجر، فهذا دليل على أنه مؤثر. ومن ثم فإن تقريب الأمر وتجسيم الأمر وجعله في مثابة المحسوسات لتقريبه من المتعلم، وأيضا اضطراد أو استمرار وجود الأثر مع وجود المؤثر وذهابه مع عدمه، دليل على أن هذا العامل في حقيقته بالفعل هو الذي سبب هذا العمل. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير. بس حبيت أسأل، ما الفرق بين قولك حفظكم الله سلمت على الرجل وقولكم أكرمت الرجل أكرمت الرجل؟ نعم، الفرق أعتقد أنه ظاهر، لأنه كلمة الرجل في الأولى قد دخل عليه حرف الجر، فالإعراب حينئذ جر لأن المؤثر هو حرف الجر فتغيرت، وفي الثاني المؤثر هو الفعل لأنه يريد مفعولا فصار الإعراب بالنصب. تقصد ماذا؟ التاء. نعم، التاء اللي هي التاء في سلمت وأكرمت. هذه لا فرق بينهما، هي كلها تاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الحديث الآن ليس في هذه التاء، حيث في كلمة الرجل، شاهدنا في حديثنا في كلمة الرجل لأنها تغير حالها بتغير موقعها الإعرابي. أنا أحب أن أسمع مرة أخرى لأني كأني تطرقت لسؤالي مما ذكره الأخ الراجس وتركت سؤالا، أو أني أجبت عليهما معا. تكلف العامل يا دكتور، تكلف إيجاد العامل كذا. نعم. هو ما قال لعلنا أخذه، نتوقف لفاصل الآن ونأخذ بعد الفاصل. أخوتنا الكرام، فاصل قصير نتوقف فيه ونعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 9. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. مرة أخرى مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم، نسعد وإياكم بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله وبالمشاهدين. كنا توقفنا قبل الفاصل مع تساؤل الأخ راجس عن تكلف العامل. أنا قلت في أعتقد أن هذا أيضا مما مرت الإجابة عليه، إن هذا من تشبيههم المعنويات بالمحسوسات لتقريبها إلى السامع. صحيح أنه قد يقال إن هذا حرف، والحرف ليس أداة وليس آلة تؤثر، لكننا نقول أولا أثره واضح على ما بعده فله تأثير، والأمر الثاني أن تشبيه المعنويات بالمحسوسات مما يقربها إلى الذهن ويجعلها يعني مقبولة. فإذا ضفنا لذلك اضطراد الأمر، كل ما وجد العامل النحوي وجد أثره، فإذا حذفنا العامل النحوي زال أثره، دل هذا على أنه عامل حقيقي. ولذلك يقولون إن العلة إذا كانت إذا وجد أثرها وإذا حذفت ذهب أثرها دليل على اضطرادها، أي دليل على صحتها وأنها علة صحيحة. فمن علامات صحة العلة تأثيرها عند وجودها وذهاب الأثر عند ذهابها، وهذا موجود في العوامل النحوية، ومن ثم صح أو ساغ وصار من مزايا علم النحو العربي اعتماده على مسألة العوامل والمعمولات. وهذا التشبيه فيه يعني دليل على كبر العقلية النحوية، تلك العقلية التي شبهت المعقولات بالمحسوسات وبينت آثارها وقربتها حينئذ إلى ذهن المتعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نتلقى اتصال الأخت آمنة من الخارج. السلام عليكم. وعليكم. تفضل يا أختي. سمحت يا فضيلة الدكتور، أرفع صوتك لو سمحت قليلا. سمحت في درس البارحة قلت أن دعوة استثناء خلا وعدا وحاشا إذا لم تسبق بنفي يجوز فيها وتام إعراب. أن الوجه الأول يكون فعل ماضي، والدرس استثناء فعل ماضي، وما بعده مفعول به. والوجه الثاني أن يكون دعوة استثناء حرف جر وما بعده اسم مجرور. في الوجه الأول إذا قلنا أن خلا وعدا وحاشا هي الفعل الماضي وما بعده هو مفعول به، فأين الفاعل؟ مثلا لو قلنا خلا رجلا، الرجل هو الذي خلا، لماذا لم نقل هو الفاعل؟ وإذا كان الفاعل ضمير مستتر فما تقديره؟ جزاكم الله خير. شكرا أختي آمنة. معنا اتصال ماجد من الرياض، تفضل أخي ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ، هل القرآن بقراءاته الصحيحة جمع جميع كلام العرب من النحو والبلاغة؟ هذا السؤال. شكرا جزيلا لك. شكرا أخي ماجد. أما في سؤال الأخت في خلا وعدا، يبدو الأمر فيه نوع من اللبس الدقيق في المسألة. هي تظن أن قولنا خلا جاء القوم خلا محمدا أنه من خلا يخلو، وحينئذ جعلته فعلا ماضيا، فحينئذ قالت لماذا لا يقول خلا محمد هو الذي خلا. لا، ليس الأمر على هذا النحو. كلمة خلا تدل على ما تدل عليه إلا تماما، فهي ذات استثناء. لكن إن وقع ما بعدها حرف جر، عفوا، إن وقع ما بعدها اسم مجرور فهي من حروف الجر، ولذلك عدوها في حروف الجر. وإن وقع ما بعدها منصوبا فهي فعل حين ذاك، ويكون ما بعدها مفعولا. تسأل وتقول أين الفاعل حينئذ؟ يكون الفاعل حينئذ ضميرا مستترا هو، فيقدر ويجعل المنصوب بعدها هو المفعول به. إذا تكرمت بأمثلة دكتور. نعم، إذا قلنا جاء القوم خلا محمد، فإن خلا حرف جر حينئذ، ومحمد اسم مجرور. إذا قلت جاء القوم خلا محمدا، فإن خلا فعل ماضي
والفاعل ضمير مستتر هو ومحمد المفعول به. إذا أدخلنا ماء وهي ماء المصدرية وليس كما قالت الأخت أنها ماء النافية، هذه ليست النافية، نحن ما ننفي خلا وإنما المصدرية، إذا دخلت على خلا أو عدا فإنها حينئذ تتمحض للفعلية فتقول ما عدا زيدا ما عدا محمدا، ولا يصح أن تقول ما عدا محمد لأن دخول ماء المصدرية دليل على فعلية ما دخلت عليه. فإذا دخلت ماء المصدرية على خلا وعدا وجب نصب ما بعدها وتعينت فعلية خلا وعدا، وحينئذ يبقى أيضا الفاعل ضميرا مستترا مقدرا. أما سؤال الأخ الذي قال هل القرآن جمع كل ما في كلام العرب من نحو وبلاغة ونحو، فأنا أقول القرآن الكريم هو أعلى كلام العرب فصاحة على الإطلاق، لكنه كتاب لم ينزل لجمع كلام العرب، وهذا أمر يا أخواني ينبغي التنبه له، ولا ينقص من كلام من كتاب الله من قدر كتاب الله سبحانه وتعالى أن هناك من كلام العرب ما لم يأتي في القرآن، فإنه لم يكن من أهداف القرآن الكريم أن يجمع أحاديث العرب وكلامها وأساليبها كلها، وإنما هو كتاب هداية جاء على الأعلى والأفصح والأبلغ من كلام العرب، عجز العرب الفصحاء عن أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بجزء منه ولو بآية، ما استطاعوا ذلك لكونه في الذروة من الفصاحة والبلاغة، وكل ما في كلام في كتاب الله سبحانه وتعالى هو أعلى ما يكون عليه الكلام العربي فصاحة وبلاغة وبيانا، ولكنه لم يأتي ليجمع أشتات ما قالته العرب في أساليبها المختلفة حتى نقول إنه لم يخرج من كلام العرب عنه شيء، ولذلك هناك أساليب عربية فصيحة لكنها لم ترد في القرآن، إنما الذي ورد في القرآن كله هو أعلى ما قالته العرب في بابه أو في هذا النوع من أنواع الأساليب من حيث الفصاحة والإبانة. أحسن الله إليكم. معنا اتصال الأخ حيان من سرات عبيدة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. على الهواء. تفضل أخي الكريم. أقول جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وأحب أن أورد بعض الأشياء اللي وجدتها في بعض المواقع بعنوان يعني هناك بعض النصارى يزعمون وجود أخطاء لغوية في القرآن الكريم، وضربوا بعض الأمثلة مثل قوله تعالى في سورة المائدة آية 69 والصابئون والنصارى، يقولون الصواب والصابئين. مثال آخر تلك عشرة كاملة في سورة البقرة آية 196 والصواب تلك عشر كاملة. نحن إن شاء الله نحن مطمئنون أن القرآن الكريم سليم، ولكن نريد توجيه الشيخ حول هذا. الأمر الثاني بالنسبة للأمثلة، أتمنى من الشيخ جزاه الله خير أن يكثر من أمثلة على تمثيل بآيات القرآن حتى نفهم، لأن الهدف الأكبر هو القرآن الكريم. ووفقكم الله وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا. شكرا جزيلا لك. شكرا. تفضل دكتور. طبعا هناك آيات من القرآن الكريم جاءت على أنماط يظهر للقارئ المتعجل أنها خالفت السياق، ولذلك لو أن الإنسان تمعن في معاني هذه الآيات لوجد أنها منسجمة في إعرابها مع كلام العرب ولا خطأ فيها كما يدعي هؤلاء المدعون. ولذلك مثل والصابئون والنصارى، النحويون بينوا أن المفسرون أيضا في إعراب هذه الآية بينوا أن هذه الواو ليست عاطفة لما قبلها حتى نقول إن ما قبلها منصوب وهي قد جاءت مرفوعة، وإنما هي استئنافية، وكلمة الصابئون مبتدأ، وحينئذ جاءت على النسق الصحيح من كلام العرب. وكذلك البقية، ولو رجع الواحد إلى كتب إعراب القرآن وبعضها كتب مشكل إعراب القرآن، وهي التي يظهر في ظاهرها للناظر المتعجل أنها مخالفة للسياق الإعرابي، لكن عند التأمل يتضح أنها تسير على النسق الصحيح من كلام العرب. فلو أن الواحد استعرض هذه الكتب أو شيئا من هذه واحدة من هذه الكتب لوجد إجابة شافية لهذا الأمر. ومسألة أنه يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى أخطاء، هذا أمر أسخف وأضعف من أن ينظر فيه أو يلجأ إلى الحديث فيه، لأنه إذا كنا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى هو الذروة من كلام العرب بالفصاحة، فإنه إذا كان ذروة كلام العرب يتهم بمثل هذا الاتهام، فكلام العرب كله لا قيمة له لأنه دونه فصاحة ودونه
صحة واستقامة. ومن ثم فمثل هذا الكلام يعني هو رده فيه دون أن يحتاج إلى أن يبحث له عن رد. أحسن الله إليكم. معنا اتصال محمد من الرياض. السلام عليكم أخي محمد. الاتصال ما زال. أخي محمد هل تسمعني محمد؟ ألو. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل تفضل. ألو. نعم يا أخي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ في خير اللهم لك الحمد. لدي سؤال. نعم. السؤال هو من المعلوم أن حروف المد تأتي ساكنة أو لا حركة لها على أن يناسب كل حرف حركة من جنسه، فهل كلمة هدية الياء الأولى ساكنة وما قبلها مكسور، هل نعتبر ذلك مدا وبقية الحروف المشددة؟ شكرا شكرا. واضح السؤال دكتور. هو يتكلم عن التشديد، وجود حرفين متواليين أولهما ساكن والثاني متحرك، هل يعد هذا من المد؟ إذا توالى حرفان متماثلان سواء كان حرف علة يعني من حروف تسماه حرف مد، وهو ليس هنا حرف مد لأن المد له أسباب كما هو معلوم في علم التجويد، قد يكون من أسبابه الهمز، قد يكون لكن ليس، قد يكون من أسبابه السكون، لكن إذا توالى حرفان سواء كان حرفي علة أو حروف صحيحة وكان الأول وهما متماثلان، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فإن العرب تدغم أحدهما في الآخر فيتكون منهما حرف واحد مشدد. ولذلك لا نقول إن هدية مثلا إنها حرف مد حين ذاك، لأنها ليس فيها موجب المد لا الهمز ولا السكون، ولكنها حرفان متواليان كونا حرفا واحدا مشددا هما في أصله حرفان. أحسن الله إليكم. هنا سؤال من الأخ حمزة. تفضل. ذكرت يا دكتور أحسن الله عليك، ذكرت أن الإعراب أثر خاص بآخر الكلمة، أليس التنوين كذلك والخفض هي أثار أخرى؟ أما الخفض فإنه من الإعراب، لأن الخفض هو الجر، الرفع والنصب والجر والجزم هذه أنواع إعراب، وأما التنوين فهو شيء يأتي بعد الإعراب، فإنك عندما تقول محمد فأن أبتدأ أولا برفع الكلمة ثم بعد ذلك تأتي بالنون، تقول محمد لاحظ ضمة ثم تأتي بنون ساكنة هي التنوين بعد الضمة، فهو شيء يأتي بعد الإعراب. طبعا نعم هو لا يلحق إلى الكلمات المعربة لأن الكلمات المبنية لا تنون إلا عندما تكون منكرة كما نعرف في تنوين التنكير، ولكن مجيء التنوين في الأسماء الكلمات المعربة سواء كانت أسماء أو في الأسماء، لأن التنوين لا يكون في الأسماء، مجيء التنوين في الأسماء المعربة إنما هو شيء يأتي بعد الأثر الإعرابي، فلا علاقة له بإعراب الكلمة وتغير إعراب الكلمة، وإنما الذي يغير يجعل التنوين بضمتين أو بكسرتين أو فتحتين أن كون الكلمة مجرورة يجعلها بكسرتين، وكونها مضمومة يجعلها بضمتين، وكونها مفتوحة يجعلها منصوبة يجعلها بفتحتين. فالتنوين إذن هو نون ساكنة يأتي بعد الإعراب ولا علاقة له بتغير العامل، تغير العامل أثره في الإعراب وليس في التنوين، التنوين شيء لاحق يأتي بعد الإعراب. طيب بقي أن تأذن لي دكتور. تفضل. هذا الأخ الكريم ريهام، الأخت الكريمة ريهام ناصر بركات من الأردن، تقول تسأل فضيلة الشيخ عن إعراب قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كل الآية هكذا يعني باختصار. باختصار لن أداة نصب يؤخر فعلا فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لن يؤخر الله لفظ الجلالة مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، نفسا مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، إذا هذه أداة شرط غير جازمة، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وجواب الشرط دال عليه ما قبله يعني إذا جاء أجلها لن يؤخر الله نفسا، والله خبير هذه جملة مستأنفة، والله خبير بما تعملون. لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وخبير فاعل خبر مرفوع وعلامة خبر المبتدأ خبر الله مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الباء حرف جر وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، تعملون
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية تعملون لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وبما تعملون الجار والمجرور كاملا متعلق بخبير لأنهم يعلقون دائما الجار والمجرور إما بفعل أو بمشتق، وقد تعلق هنا بالصفة المشبهة خبير. السلام عليكم، معنا اتصال أبو وفاء من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي الكريم. أحسن الله إليك يا شيخ، لدي سؤال. تفضل. نحن يا شيخ في باب الإعراب وللإعراب علاماته، ولكن في الإعراب المقدر لا توجد هنالك علامات ظاهرة، فيقال أنه هذا معرب بالعلامة الفلانية المقدرة، والأساس أن العلامة توضع ليتعرف بها على حالة الكلمة على إعرابها، فما قيمة وضع هذه العلامة ما دام أنها غير ظاهرة على الكلمة، وما دام أنه إعراب الكلمة يعرف من خلال السياق أو العامل فيها؟ نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا. الأخ الكريم كأنه يستأجرنا إلى قراءة ما قاله المؤلف في آخر كلام لفظا أو تقديرا. نعم. هذا لم نأته بعد حيث عن الإعراب التقديري. نعم. لكن يحسن أن نجيبه على ما قال ما دام سأل بسرعة. إذا كان سيأتي دكتور لعل نرجع كما تشاء. نعم، حرصا للوقت يعني، وحتى استعرض بعض الأسئلة هنا إذا أردت دكتور. تفضل. هذه الأخت الكريمة رقية أم صالح تسأل، تقول نرجو البيان في قولنا في الركوع سبحان ربي العظيم، هل ياء في ربي ساكنة أم مفتوحة؟ على كل حال العرب لها في ياء المتكلم عدة حركات، منها أن تحذف الياء أصلا وتكتفي بكسرة على الكلمة المضافة فيقال ربي بكسرة، ومنها أن تثبت الياء ساكنة، ومنها أن تقول ربي ياء فتفتحها، وكلها فصيحة واردة عن العرب. وما دام الأمر في هذا قد ورد في الحديث فالأصل التزام ما ورد في صيغة الحديث الذي هو حديث الصلاة الذي نص فيه على ما يقال فيها، فتقول ربي العظيم وتقول ربي العظيم كلها صحيحة وكلها فصيحة وكلها دالة على المطلوب. جميل، أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة رقية أم صالح تسأل، تقول هل ممكن تسأل عن إعراب قول الله تعالى، تسأل عن إعراب قول سبحان الله. نعم. سبحان الله. هذه مفعول مطلق أصله، سبحان طبعا مصدر، لأنك يعني تسبح تسبيحا وسبحانا. نعم. كلمة سبح لها مصدران، تسبيح التسبيح والسبحان، فسبحان مصدر مثل التسبيح، ويعرب حينئذ مفعولا مطلقا، فكأنك تقدر أسبح سبحانا، فهي مفعول مطلق منصوب على تسبيح الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ولفظ جلاله مضاف إليه سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. تسمح لي بسؤال آخر إن شئت أو شئت حتى. تفضل. طيب تفضل. كما كان الأخت الكريمة صالح من السعودية تسأل، عندما نقول ذهبت إلى المدرسة لأتعلم، وذهبت إلى المدرسة كي أتعلم، وذهبت إلى المدرسة لكي أتعلم، هل هناك فرق في العلامات الداخلة على الفعل أتعلم، وكيف تعرب في كل حالة؟ هي تقصد العوامل الداخلة. نعم. العلامات تأتي علامة. نعم. إعراب، لكن تقصد. نعم. العوامل. هذا على كل حال سيأتي في شرح باب النصب الفعل المضارع، ولكن هي في الحالات كلها مضارع منصوب على القول بأن، يعني في قول لي أتعلم، على القول بأن كي هي الناصبة في قولنا كي أتعلم فتنصب بنفسها، وعلى تقدير اللام بعدها في قول أيضا تكون اللام هي الناصبة، وفي الحالات كلها هي فعل مضارع منصوب وقد دلت كلها على التعليل، لكن تتفاوت في قوة في كثرة المبنى وصغره، والعرب تقول إن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فعندما تقول كي أتعلم وتقول لكي أتعلم فيقولك لكي أتعلم أبلغ، لكوني فيها زيادة ليست في قولك كي أتعلم، وإن كانت كلها تدل على التعليل. فأحيانا يأتي بعض الكلام يزاد في الكلام العربي لا لإضافة معنى جديد ولكنه لتأكيد المعنى وتثبيته، وهذا معنى قولهم إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. أحسن الله إليكم. طيب عندما يقول المؤلف هو تغيير الإعراب، هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، كأنه يجعل الإعراب الذي يكون في أواخر الكلمة لا يسمى إعرابا حتى يؤثر فيه الكلمة مؤثر سابق، فإن لم يأتي مؤثر فليس التغيير في أواخر الكلمة إعرابا. مثل ماذا؟ حيث العرب، أكثر العرب يقولون حيث بالضم، وهي كلمة مبنية يبنونها على الضم، ومن العرب من يجعلها مفتوحة فيقول حيثا، وهم قلة، ومنهم أيضا وهم قلة هم قليلون أيضا يقول حيثي بالكسر، فقد اختلف آخر الكلمة مرة بالضم وهو كلام جمهور العرب وهو الذي عليه الكلام الفصيح الأكثر
والذي جاء في القرآن الكريم، ومنهم من يكسر ومنهم من يفتح. فهل نقول إن هذا التغيير في أواخر الكلمة إعراب؟ هل من مجيب؟ هل يصح أن نقول إن التغيير الموجود في كلام العرب بحيث أن أكثر العرب والفصحاء يعني أكثر جمهور العرب يجعلها مضمومة الآخر، ومنهم من يجعلها مكسورة الآخر، ومنهم يجعلها مفتوحة فيقول حيثة وحيثي، وهذا قليل. فهل هذا التغيير الموجود في أواخر هذه الكلمة مرة تأتي مضمومة ومرة مفتوحة ومرة مكسورة، هل هذا يسمى إعراب؟ ونحن نعرف أن الإعراب هو تغيير في أواخر الكلمة. تفضل. هذا يسمى إعراب. لماذا؟ لأن هذه تكون لغات من لغات العرب. ولماذا حكمت أنها لغات وليس إعرابا؟ لأن الأصل عندنا في الإعراب أن تضم ترفع. لا، ليس هي مبنية أصلا، لا علاقة لها بالمعنى. فلماذا لم يكن تغييرها تغيير إعراب؟ هذا السؤال. لو أنك تأملت في كلام المؤلف لعرفت السبب في ذلك. نسمع ما أدري شو. تفضل. هنا يقول هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلية. أحسنت. فهنا الكلمة تغيرت بدون اختلاف العوامل. بالضبط. إذن الإعراب هو تغيير بسبب، وهذا التغيير هنا يعني سبب شيء مؤثر عامل يدخل عليه. أما هنا فإنه الذي غير كما قال الأخ الكريم ليس بسبب عامل دخل عليه، ولكن اختلاف كلام العرب، اختلاف لغات العرب ولهجاتها العرب الفصحاء، اختلف التغيير، ولذلك هذه ما تكون معربة. مع اختلاف أواخرها باختلاف لغة العرب لا نحكم عليها بأنها معربة، بل هي باقية على أنها مبنية، لأن كل قبيلة من قبائل العرب تلتزم حركة معينة لا تغيرها بل تبقيها على ما هي عليه، ومن ثم حكمنا عليه بأنه إعراب. بقي القول في مسألة لفظا أو تقديرا، إلا إن كان عندكم شيخ أحمد شيء. عندي أسئلة هذا. طيب نرجع الأسئلة إلى نهاية. نقول لفظا أو تقديرا بس حتى لا يفوتنا، لأن هذا أيضا مما يجيب على سؤال الأخ الكريم الذي سأل منذ قليل. متصل. أبو وفاء من الرياض. نعم. فعندما تكون الكلمة قابلة لتغيير الحركة في آخرها، وهذا القبول يكون لكون آخر حرف يقبل التغير، يقبل الحركة، فحينئذ يكون الإعراب ظاهرا، يعني قول المؤلف لفظا أو تقديرا هذا يكون إعراب لفظي. تقول مثلا وجاءت سكرة الموت، فسكرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والتاء تقبل الحركة ولذلك حركت. وجاء رجل كذلك، فإن رجل هنا في يقبل اللام آخره اللام، واللام تقبل الحركة ولذلك ضم آخر الكلمة، فقيل إن إعرابها إعرابا لفظيا أو إعرابا ظاهرا. لكن من الكلمات ما يكون آخرها حرف لا يقبل الحركة، وهذا يكون في أنواع من الكلام العربي ما يسمونه، أو من أنواع الأسماء ما يسمونه الاسم المقصور، وهو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. نعم، طبعا لا بد يكون ما قبلها مفتوحا، هذا مقطوع به، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا فتحة، كقولك مثلا عصا، وقولك فتى، وقولك مستشفى، فهذه أسماء مقصورة، معنى مقصورة آخرها ألف لازمة يعني ثابتة لا تتغير، ومع ذلك هي معربة. فإذا قلت ذهبت إلى المستشفى، فإن إلى حرف جر، والمستشفى اسم مجرور، لكن آخرها ألف، والألف لا يمكن لأحد أن يحركها. ولو قلت لواحد منكم حرك الألف فإنه لا يستطيع، ولو قال قائل واحد نقول أنت انتقلت الآن إلى حرف آخر وهو الهمزة، والألف غير الهمزة. الألف حرف هوائي، حرف مد ليس له مخرج، أما الهمزة فلها مخرج وهي من حروف الحلق كما نعرف، ومن ثم فهذه حرف وهذه حرف آخر، فالألف لا تقبل الحركة أصلا. وما دامت لا تقبل الحركة فالكلمة المعربة إذا كان آخرها ألفا لا يصح لا يمكن أن نحركها لا بالرفع ولا بالنصب ولا بالجر. طيب إذا دخل عليه حرف الجر نقول هي مجرورة، لكن أين علامة الجر؟ نقدرها على آخرها، فنقول هي مجرورة، والذي منع من جرها أنه لا يمكن إظهار الحركة عليها، فنقول مجرورة بحركة مقدرة. يأتي سؤال الأخ عندما قال ما دامت الحركة لا تظهر لماذا نقدرها؟ والجواب أنت إذا سرت بالشيء على سير واحد استقام لك، وإذا قسمته وجزأته لم يستقم لك. إذا قلنا إن حرف الجر كلما جاء أثر الجر، فيفترض أن نقول كل كلمة تأتي بعد حرف الجر هي مجرورة، حتى تطرد القاعدة نقول نعم كل كلمة تأتي بعد حرف الجر مجرورة، فإن وجدنا علامة الجر فهذا أثرها، وإن لم نجد علامة الجر فلها أثر ولكننا لم نره،
لماذا؟ طردا للقاعدة، طردا للقاعدة. وإلا نعم أنا لا أرى حركة، لكن حتى أجعل حرف الجر مؤثر على كل شيء أقدره حتى فيما كان لم تظهر عليه حركة. والدليل على على تقديره أنك لو قلبت الحرف مثلا لو في أي كلمة كقولك الفتى وقولك سلمى وقولك مستشفى وقولك عيسى أو موسى، لو أنك قلبت هذا الحرف إلى حرف آخر صحيح طبعا ستتغير الكلمة وربما لا يكون لها معنى، لكن تظهر عليها علامة الجر. فهذا دليل على أن الذي منع ظهور الحركة ليس أن الحرف غير مؤثر، حرف الجر غير مؤثر، ولكن أن آخر حرف في الكلمة لا يقبل أصلا التحريك، لا يقبل الحركة لكون الكلمة مقصورة. وهذا هو الجواب عن كلام الأخ الكريم. يبدو أن الأمر يحتاج إلى نوع من التوسع، ما أدري إذا كان الوقت يسعنا أو نسمع بعض الأسئلة. طيب نأخذ بعض الأسئلة حتى إذا كان عند الأخوة الحضور بعض الأسئلة نأخذ. الأخ سراج من الكويت يقول أحسن الله إليك شيخنا، في قوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب، هل يعد الفعل لازما أم متعديا؟ وإذا كان متعديا فأين المفعول به؟ يصعد واضح أنه لازم. وبعض الأفعال اللازمة يقولون أنها متعدية بحرف الجر، طبعا هذا لا يخرجها عن كونها لازمة. عندما تقول قام، هذا قام كما تعلمون لازم، معنى لازم للإخوة الذين لا يعلمون، لازم يعني يكتفي بفاعله لا يأخذ مفعولا به. لكن تقول قمت إلى شيخي أو قمت إلى الصلاة، فيقولون إن حرف الجر دخل على ما بعده وجره، هو في الأصل هو المفعول به، لكن الفعل لا يتعدى بنفسه المفعول به فيتعدى بحرف الجر. إلا أن هذا لا يخرج الفعل نفسه عن كونه لازما، ولذلك نقول إن يصعد هنا هي فعل لازم. وإن على القول بأنها تتعدى بعض الأفعال اللازمة تتعدى بحروف الجر، هو متعد هنا بحرف الجر إلى. كذلك يسأل هل الفعل يأتي في جملة لازما وفي جملة أخرى متعديا؟ يمكن أن تحذف أنت المفعول به لعدم الاحتياج إليه، وهذا لا يجعله لازما. عندما تقول أكرمت محمدا أو تقول أكرمت وتسكت، ليس معنى هذا أنه في الأولى في قولك أكرمت محمدا متعدي وفي الثانية لازم، لكنك أنت لم تأتي بالمفعول به فقط في الثانية، وهو في الحالتين متعدي. جميل، أحسن الله إليكم. الأخت أماني من السودان تسأل عن توكيد الأسماء المؤنثة بنون التوكيد. عندما تقول مثلا يعني أنتن تذهبن إلى كذا، حينئذ تأتي بنون النسوة، لكن عندما أقول تذهبن النسوة إلى كذا فنعم تؤكد ما دام الفاعل دال على تأنيث الفعل، فأقول لتذهبن النسوة إلى 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 مدارسهن، وحينئذ يصح توكيد الفعل المسند إلى المؤنث بنون التوكيد، لا إشكال في ذلك. السلام عليكم. في باب الاستفهام، هذا سؤال من الأخ أبو عبد الرحمن السعودي، لعل يقول هل في باب الاستفهام نستخدم من للعقل، فما المقصود بالعقل؟ وهل هذا السؤال من أكل العشب صحيح، مع ملاحظة أن السؤال موجه لغير العاقل؟ لا لا، ليس بصحيح ما دام للعاقل، وهم يعبرون عنه، ترى النحويون يقول الأولى أن نقول للعالم، لأنه يأتي في حق الله سبحانه وتعالى، وبعض الصفات يعني يتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه خاص بالعاقل، وإنما يقول العالم. وفي قولنا من أكل، لا نقول لا نستعمل من إلا إذا كان قصده اسم استفهام أو الموصولة. يقول الاستفهام في باب الاستفهام، أي الاستفهام حينئذ تستفهم، ليس خاصة بالعقلاء وغير العقلاء. الذين حد خصوها بالعالم وغير العالم أو العاقل وغير العاقل هي ما الموصولة. فتقول أعجبني من جاء ورأيت ما عندك، هذا للعاقل وهذا لغير العاقل. أما الاسم استفهام فإنه يأتي للنوعين لا إشكال فيه. جميل. الأخت فاطمة النعيري من السعودية تسأل عن كتاب فضيلة الشيخ مختصر وميسر يشرح هذا المتن لكي تحضر منها للدروس القادمة. أنا سبق قدمت في المبدأ أن هناك عدة كتب شرحت هذه، والشيخ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى له شرح على هذه وهو مطبوع، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم له حاشية على هذا الكتاب، الدكتور حسن الحفظي له شرح على هذا الكتاب. هناك عدة شروح هذه المعاصرة، وهناك شروح أيضا سابقة أيضا متوسعة وقوية وجيدة، لكن يعني كلها فيها خير، وأي كتاب نحوي يعالج هذه القضايا تسليم فيه هذه القضايا كلها. جميل. نحن في الدقيقة الأخيرة وهذه متاحة لطرح أسئلة. طيب، لكن ترى أنا الحقيقة أنا أثني على مسألة، لا أعد ما أستمع إليه من أسئلة ضياع للوقت، فإني أحس أن الإجابة على بعض أسئلة الإخوة التي تعن لهم
أو تشغلهم أنهم أنها أمر مهم، والفتاوى اللغوية الناس محتاجون أو كثير من الناس محتاجون إليها، تخصص جزء من الوقت لها، وهي مما يعني من الخير الذي يمكن أن يستفيد منه الناس إضافة إلى شرح المتن. لكن الأصل هو ما نحن فيه من شرح هذا الكتاب، حتى نتوجه إلى التطرق لكل الموضوعات النحوية إن شاء الله تعالى، الأبواب النحوية كاملة. جميل، أحسن الله إليكم. أسئلة الدرس، أسئلة هذا الدرس. طيب، السؤال الأول ممكن أن تكتبوا أيها الإخوة، ما معنى أن لم التي هي من علامات الأفعال، ما معنى قولهم إنها حرف نفي وجزم وقلب؟ السؤال الآخر. السؤال الآخر هو عندما نقول إن شرح عبارة إن الأصل فيما اختص بالأسماء أن يعمل في الأسماء، وفيما اختص بالأفعال أن يعمل في الأفعال، وفيما لم يختص أن لا يعمل. يعني باختصار، ما معنى أن الحرف إذا كان مختصا يعمل، وإذا لم يكن مختصا لا يعمل؟ نعم، أحسن الله إليكم. طبعا مع التمثيل في هذا حتى تكون الأمور واضحة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سعدنا أيها الإخوة والأخوات وإياكم بصحبة فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبحضور مجموعة من طلبة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لفضيلة الشيخ والأخوة الطلاب خالص الشكر وجميل التقدير، ولكم أيضا أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم وتواصلكم معنا. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.